شوف الفترات اللي يكون بها يعني المولود ذكر، اوكي، لما يكون القمر في برج الحمل، الاسد، القوس، الجوزاء، الميزان، الدلو، اذا صار خصاب والقمر متواجد في هذه الابراج فالمولود 99% ان شاء الله يكون ولد. فانت تابعي البرنامج من يكون القمر يكون في الابراج اللي ذكرتها، حمل، اسد، قوس، جوزاء، ميزان، دلو، هذه الابراج يكون اوكي. هذا عرفه، هذا عرفه ان شاء الله. اوكي. هم قالوا لها يعني هي البنيه راحت قالوا لها اكو جدول الصيني، انت بما ان مواليدك 85 نعم. جدول الصيني شهر 12 احسن فتره للحمل، عندك بس شهر 12 شهر 3. ردنا نسالك بس نتاكد من هذا الموضوع. اوكي، انا جدول الصيني وهذه كل يعني الابراج الصينيه والجدول الصيني هذا اللي انت تسالين عليه ما اعرف له والله بصراحه. بس هذه أنا مجربها يعني ويا المتابعين مالتي يعني من زمان، يعني خلينا نقول صار 20 سنة وكل يعني ماشية وياهم هواية، يعني ما حد قايل لي لا، وعلى هاي الطريقة امشي عليها ما أدري بعد. فإذا أنت الجدول الصيني ما أقدر أقول لك هو غلط، بس اسمحي لي بالنسبة للجدول الصيني، إذا جدول الصيني مثلا قال لك فلان يوم ولد وصدفة كان هذا اليوم اللي يكون به القمر في برج الحمل أو الأسد أو القوس أو جوزاء ميزان دلو، فهذه النتيجة حتكون إن شاء الله المفروض 100%. جربي هذه ويا هذيك وإن شاء الله خير. بس مثلا ما شهر 12 يا يوم أنا على الأبراج اللي قلت لك عليها، غير شيء ما أعرف. زين بالنسبة للطالع مالهم؟ لا لازم اعرف الساعة بالضبط، يعني مالت تقولي لي العصر او المغرب شوي. الساعة العصر. العصر هواية العصر. هاي ورا الفطور طبعا، هي المواليد مواليد الكويت. العصر هواية. دقيقة. العصر يعني تقريبا بالاربعة. دقيقة، هذا ياهو منهم؟ اللي 12/12/1980 4 العصر. يكون الطالع الجوزاء اذا بالاربعه، يعني هذا مو يعني هو ما يبين انه ممكن يكون هذا من الطالع، ممكن مواليدهم يعني هذا مواليد هذا البرج، يعني ممكن يكون يعني مثلا ولاده معكم اناث او ذكور. هذا اذا طالع مات الجوزاء هذا مثلا هذا التاريخ اذا متاكده بالاربعه هذا يكون عنده النسبة انجاب الاناث اكثر من الذكور، لان البيت الخامس عنده بالعذراء بالخارطه، فالإناث عنده أكثر. أيوة. اللي هو 12/12 التاريخ الأخر قد الثاني 16/6/85 ورا الفطور، يعني تقريبا 16/6/1985 دقيقة ورا الفطور يعني بساعة تقريبا 16/6 ساعة 7 يعني خلينا نقول بثمانية. أي نعم. هذا يكون عنده ذكور، يعني طالع الجدي يكون، بس البيت الخامس عنده بالحمل، فهذا لا آسف، هاي هاي همين إناث، البيت الخامس عندها بالثور، آسف هذه هم إناث. نعم زين مرخصتك. أنا باسم ابني 20/10/2005 ما أدري مواليده هو برج الميزان أو العقرب. شنو 20/10/2005 هذا برج الميزان 100% ميزان صار من الظهر. نعم صلاة الظهر. شلون؟ انولد الظهر صلاة الظهر. لا ما أنا يعني شنو؟ أنا كل تاريخ أجاوب، يعني كل سؤال آسف أجاوب على سؤال واحد، بس هذه الحالة اللي أنت بيها يعني أنت بدأت تسألين على أطفال فهي يعني غير شيء. بس مثلا ما الاجاوب على اكثر، بس انا صار لي هواي والله العظيم. حاولي تتصلين مره لو وافتح بث مباشر على الفيسبوك اذا تريدون تشاركي بي بعدين ان شاء الله. شكرا لك. اذا المشاهدين الكرام، المشاركه والتواصل ارقام الهواتف التي تظهر امام حضراتكم اسفل الشاشه مهيئه لاستلام مشاركاتكم، او تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والانستغرام البرج العالي. مشاهدينا الكرام، في هذه الزاوية نتابع من خلالها أسرار وخفايا بعض الشخصيات السياسية والرياضية والفنية في المجتمع. نبحث في التفاصيل ونحاول أن نميط اللثام عن الغامض والمجهول في أعماق تلك الشخصيات مما تبوح به أحيانا وتكتمه أحيانا أخرى.
لا نمتلك في كل ذلك شيئا سوى الأبراج وما تقوله في السر والعلن، مما قد يدخل في حسن الظن أحيانا ويبحر في أعماق اليقين أحيانا أخرى دونما اكتراث بشيء. وفي كل هذا ليس لنا رأي، المهم فقط كشف المستور من الغاطس في أعماق النفس الإنسانية لتلك الشخصية، والأمر من قبل ومن بعد لله تعالى، فهو العالم بكل شيء وفوق كل ذي علم عليم. شخصيتنا لهذا اليوم الأولى اللاعب العراقي علي رحيمة. علي رحيمة من مواليد برج الحمل، يعتمد على الفعل وتعتمد أهدافه على الوصول إلى دور قيادي في الحياة، غالبا ما يؤدي نفاذ صبره إلى عدم إكمال المشاريع التي شرع بها وهو مندفع في تصرفاته. يستمتع بحياة سعيدة وموفورة الصحة وعادات حميدة وكذلك بزواج ناجح. يستمتع بالعديد من الصداقات، بخاصة عندما يكون هو المسيطر على إبقاء الأمور على حالها ولا يصبح مقيدا بارتباط ما. يرغب بالحصول على حرية للبحث عن حلول جديدة للمشاكل الإنسانية. إنه بحاجة للصبر والتأني في أي عمل روتيني يقوم به. يواجه مصاعب وعراقيل أمامه ويجب أن يعتمد على اجتهاده ومثابرته وليس على عنصر الحظ ولا لكي ينجح في أموره. لديه خيال خصب وقدرة روحانية، ويمكن لأحلامه أو خياله أن ترشده إلى أحداث ممكن أن تحدث في المستقبل. يسيطر على أفكاره ومشاعره، وإنه قادر أيضا على إدخال أي تعديل مطلوب على نفسيته. يتوصل إلى قراراته بسرعة ويدافع عنها بغض النظر إن كانت صحيحة أم لا. لديه موهبة الكلام وثمة فائدة مالية من ذلك. يفضل القيام بعمل يتطلب تحدياً فكرياً، خاصة إذا كان له صلة بالسفر والاتصالات. غير قادر غالباً على التركيز في الأمور الواقعية، إذ يشطح به خياله إلى عالم الأوهام وبالتالي لا يتصرف بشكل عملي. عاطفي جداً، بحيث تتأثر عواطفه بسهولة ويكون رد فعله سريع ومباشراً، كما أنه لا يحتمل علاقة عاطفية باردة. يصاب بالإحباط بسهولة، حساس ومعرض للإصابة بمشاعر الوحدة. لديه حاجة قوية لأن يكون محبوباً أو ودوداً والانتماء لشخص آخر. يستطيع مصاحبة معظم الناس، وسبب شعبيته هي أخلاقه وذوقه الرفيعان. مصمم على أن يكون ثرياً، يستطيع اتباع خطة محكمة الإتقان والتي تعتمد على مهارته الشخصية التي يفخر بها وعلى المواظبة في العمل للوصول إلى الهدف. عندما يحاصر يشعر بالرفض العميق لنفسه وضد الآخرين الذين يقفون في طريقه. من السهولة أن يتحول أي إحباط يشعر به إلى امتعاض داخلي يفسد عليه علاقته بالآخرين من حوله. يتعامل مع الناس من منطق المساواة بعيدا عن العنصرية. يعطيه حدسه ميزة في العمل. يحاول المحافظة على الاستقلال العاطفي لأن الغيرة تسبب له المتاعب. عقله المفكر يكون في أحسن حال عندما يقوم بعقد الصفقات، فلديه سرية تخدمه كثيرا. يحاول أن يجمع بين القواعد المنطقية المنطقية العلمية وبين الأمور الغامضة في الأمور الدينية. يجد نفسه في صراع بين الأمور الاقتصادية والسياسية والرغبة في الارتقاء إلى قيم روحية.
مشاهدينا الكرام، ارقام الهواتف التي تظهر امام حضراتكم اسفل الشاشه مهيئة لاستلام مشاركاتكم او تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والانستغرام البرج العالي. عودة للمكالمات. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك استاذ خلاب؟ بخير الحمد لله، الله يسلمك. تفضلي. الله يسلمك، من المعجبين بك ان شاء الله. ممكن رقم مواليد؟ انا مع عبد الله وياك. اهلا وسهلا بك ام عبد الله، تفضلي. مواليد 5/4/99. 5/4/99 الساعة؟ ايه. وبعد هذه صورة عامة. الساعة من 12 الظهر. شنو سؤالك؟ أول بصورة عامة أكثر شيء الدراسة. دقيقة، من ناحية الدراسة طالب شنو هذا؟ سادس ما عنده مشكلة، هو واجتهاده على طول السنة وضع طبيعي، والسنة الجاية من ناحية الدراسة الجامعية همينة يعني تكون يعني طبيعية بالنسبة إلى حسب اجتهاده. أوكي؟ يعني حسب اجتهاد الشخص. كل ما يتعب أكثر؟ نعم. وممكن مواليد أخرى؟ شنو قد التاريخي؟ السؤال شنو بس مو إذا هيك بسيط سهل. هم على الدراسة. أوكي. هم على الدراسة. هذول أولادي، فشون نقول؟ إن شاء الله. من يصير يشوف مستقبلهم؟ أوكي. إيش قد المواليد مالته؟ ثاني. هذا 10/4. إي. 2001. 2001 7. إيه هذا من السنتين. إيه تقريبا من الوحدة للسنتين. الظهر. اوكي، هذا همنا نفس الشيء، همنا برج الحمل من ناحيه الدراسه ما عنده مشكله، يعني وضعه يعني نجاحه في الحياه يعني بالدراسه ويعتمد على اجتهاده، بس هذا ما محظوظ، ارقامه 1 و8 و9، هذا شويه حياته صعبه بها مشاكل. نعم، يعني عنده صعوبات بحياته. ومواليد اخرى؟ إذا هيك ولا طولت عليك. لا، إذا هيك السؤال بس هيك. أوكي، ماكو مشكلة. إيش قد؟ 2008 1/6/5. هاي بشكل يعني حساسة بالدراسة بشكل. هذه كل الزين إلها الدراسة، أحسن الأبراج اللي هاي السنة إلهم تكون من ناحية طلاب المدارس تكون أمورهم الإيجابية يعني إيجابية في مجال الدراسة. هم مواليد برج العذراء. هذا الشيء يستمر لغايه يعني السنه الدراسيه هذه كامله، فبس شويه اجتهاد بسيط يحصلون على نتيجه كلش حلوه، او اكثر الابراج يعني المفروض الكسلان من ولو ماكو كسلان تقريبا من مواليد برج العذراء، بس هذا يعني بشكل عام هي افضل شيء لهم، هم المستفيدين في مجال الدراسه لهذه السنه ان شاء الله. زين، الطالع مالهم اذا امكن. الاول طالع السرطان. اوكي. نعم. الثاني زين. 10/4 اي 2001 الثاني اسد. اوكي. اخوش 14/9 2008 ساعة بيش؟ هاي تقريبا من 7 إلى 8 بالليل. هذه الحمل. الحمل. نعم. وأرقام الحظ؟ هذه 5/6/10/4/1/8/9 و5/4/1/5/9. نعم. تسلم استاذ خلاد. اهلا وسهلا بك. اهلا، ناخذ اتصالات فاخر. الو. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك استاذ؟ بخير الله يسلمك، تفضل. انا عزهر من المانيا. اهلا وسهلا عزهر، ايش قد مواليدك؟ مواليد 29/1/1975 الفجر. دقيقة. وإذا بالهجري يوم 10 محرم. لا، بالهجري ما احتاج، اذا تعرف المواليد ماكو مشكله. شنو سؤالك ازهر؟ انت برج
عندي والله معامل هسه يعني خالتي هاي يعني بس ارد اشوفهم وضع هنا بالمانيا اذا اقدر يعني اكمل هنا هاي مال تكمل هنا او لا ما اعرف بس موضوع الاقامه وهاي الاشياء ان شاء الله خير يعني من جانبكم انتم مواليد برج الدلو اموركم في هذا المجال نسبيا ماشيه على اعتبار يعني حاليا ولمده سنه راح يكون كوكب المشتري في البيت العاشر هذا يسهل اموركم في اللي مثلا مواليد برج الدلو اللي عنده معاملات اللي عنده وظيفه يعني ده يطلب يدور على وظيفه او ما شابه فأموركم ماشية فإن شاء الله خير بس مثلاً ألمانيا تفيدك أو تبقى أو ما تبقى بيها أو تروح غير بلد هاي الأمور أنا ما أعرف بيها نهائياً أشكرك بس إن شاء الله إيجابي إن شاء الله خير مو سلبي إن شاء الله أشكرك إن شاء الله تدلل حلو بيك ناخذ ألو ألو نعم ألو 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 السلام عليكم. عليكم السلام هلا بيك. الو. تفضلي. اسمعك. برج العالي. تفضلي انت على الهواء. الو مرحبا استاذ خالد. مرحبا هلا بيك. ممكن اعرف برجي؟ اي تفضلي ايش قد مواليدك؟ 25/1/1995. شنو سؤالك؟ أريد أسأل عن الزواج. أي ساعة مولودة؟ الساعة 12:30 ظهرا من 1 ل12 شلون؟ انت شويه عندك مشاكل بالزواج اوكي عندك تاخير خربطه هيك شيء بس بنفس الوقت اكو مؤشر حلو انه يكون يعني زواجك اوكي ف اذا صارت لك قسمه ان شاء الله في مجال الزواج بشكل عام بعدين شويه طولي بالك ويا الطرف الثاني يعني اعصابك شويه وياه في سبيل انه الامور تمشي طبيعيه وتكون كل الزينه بس لو هاي الشغلة يعني بعدين تكونين شوية دبلوماسية صبورة أكثر ويا الطرف الثاني الأمور راح تمشي بكل سهولة بس إذا شغلة أعصاب وكذا لا راح يكون أنا ذاك عندش مشاكل فش قد ما تصيرين زينة هو راح يكون إنسان كل الزين وياك ولو لا سامح الله هذه السنة ما صار عندك فرص زواج أو مثلا تأخرتي السنة المقبلة 2018 من شهر 11 وصاعدا عندك فرص سنه كامله انا ذاك هي المثاليه واللي ما تتكرر يعني بعد عندك مثل هيك فرصه قويه تكون جدا جدا قويه لك اوكي نعم شنو بعد انت شلون ما محظوظه انت لا محظوظه كلش محظوظه جدا محظوظه انت. نعم شكرا استاذ خالد اهلا وسهلا بك ما زلنا نتواصل معكم مشاهدينا الكرام من تلفزيون الشرقية وبرنامج البرج العالي. للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة المائية لاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. شخصيتنا الثانية لهذا اليوم الممثلة الأمريكية جينيفر أنستون. جينيفر أنستون من مواليد برج الدلو. لديها علاقات متجانسة مع معظم الناس وهي قادرة على خلق جو مقنع أو متسم بنزعة إلى تقبل المقترحات تعاني في زواجها كما تجلب لها شراكات عمل تكون عملية قد تختار زوجاً يكون أكبر منها سناً بكثير وتتأخر بالارتباط الزوجي كما إنها عرضة للزواج المفاجئ يمكن للظروف غير الاعتيادية المحيطة بارتباطها أن تعود بالنفع عليها لا تتصرف بشكل تقليدي بل تفكر بالآخرين كما تفكر بنفسها وتحافظ على حريتها واستقلاليتها وتتعامل مع الجميع من منطلق المساواة حياتها معاناة مستمرة للحصول على بيت تستعرض فيه ما تملك حيث تتهمها المظاهر
لديها خيال فوق العادة يشطح بها إلى عالم وهمي بعيد عن أرض الواقع. تستمتع بكل ما تقدمه لها الحياة وتقدم السعادة لكل من يستمع إليه لها، متحمسة دوما للانطلاق بحثا عن المغامرة للعقل أو للجسد أو لكليهما. تتركز جهودها للحصول على كل ما يلزم لتأمين راحتها العملية في الأجواء المنزلية وتستمتع بعالم العمل، لكنها لا تشعر بارتياح إذا بقيت أو تاهت عنها الأمور بعيدة عن روتينها المريح. لديها القدرة على تنظيم أمورها بشكل جيد وتتحمل المسؤولية. حبها للسيطرة على العائلة والأصدقاء يجعلهم لا يستطيعون التصرف معها بسهولة، مما يؤدي إلى توتر العلاقة معهم. أفكارها غير متحيزة للاعتبارات الشخصية وتثق بالمثل العليا للحقيقة. تتقبل قراراتها النابعة من ذاتها دون الرجوع أو بدون أن تحتاج لدعم منطقي عقلاني لاختياراتها. عادة ما يكون منزلها مركزا لعملها، متعلمة بشكل جيد وتستخدم الكتب أو المصادر في حياتها العملية. تثق بقوة كما تتمتع في دراسة مواضيع علمية. حساسة تجاه مشاعر وأفكار الآخرين من حولها، بإمكانها النظر إلى جوهر المواضيع العلمية المعقدة وبإمكان عقلها أن يرتقي لأي تحد. تكون علاقاتها انسجامية مع زملاء العمل، وقد يتم زواجها ضمن مجال عملها. تحب الملابس والحيوانات الأليفة. تحاول ترك انطباع لدى الآخرين بأهميتها ونادرا ما تنجح في ذلك. لديها طاقات غامضة في الوصول إلى أي هدف تستمتع باستغلاله لمصلحتها الخاصة. بإمكانها أن تحسب بسهولة بأي محاولة من الآخرين لخداعها. لديها شجاعة في الدفاع عن القضايا العادلة والنبيلة. تخطط خطط راقية وعالية المستوى وقائمة على أساس أهداف مثالية وكاملة، وتنجز هذه الخطط عن طريق عزل وفصل موضوعي له هدف محدد. تقوم بعملها بجدية، وفي الحقيقة فإنها تستمتع بالعمل الشاق بشرط أن يتركها الآخرون بمفردها لكي تؤديه بطريقتها الخاصة. تشعر أنه يجب عليها أن تحافظ على أسرارها جيدا لخوفها من الخيانة. تحب أن تنفق المال في سبيل القضايا الإنسانية، عادة ما تنفق بإسراف، ولديها قدرة غير اعتيادية أو غير مألوفة على كسب المال، حتى إنها تصل إلى مرحلة تكديس أو جمع ثروة كبيرة. تكمن مشاكلها في الحياة، أما في زواجها أو في شراكات العمل، مما تسبب لها قلقا وتعبا نفسيا. قد تدفع بها علاقاتها العاطفية الخفية إلى الانهيار العصبي، ويمكن أن تسبب لها المتاعب. وكذلك المشاكل الصغيرة والقلق على الأمور التافهة والعلاقات مع زملاء العمل والزبائن ورؤساء العمل أن يتسببوا في خسارة لها. مشاهدينا الكرام، أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة وهي للاستلام مشاركاتكم عودة للمكالمات الهاتفية. ألو؟ ألو نعم؟ ألو مرحبا. مرحبا، أهلا بيك. تفضلي. ممكن أشارك؟ أنت على الهواء، تفضلي. شكرا. 20/6/74. شنو السؤال؟ ساعة بيت جاية؟
ما اعرف بس يقولون الصبح، الصبح ايش وقت ما اعرف، يقولون شويه من وقت 20/9 لو 6 6 6 اي اوكي. انت من مواليد برج الجوزاء؟ انا برج الجوزاء. نعم. ها شنو سؤالك؟ سؤالي عن الحظ والمال، انا محظوظه وارقام حظي لو سمحت. ثلاثة عندنا، أرقامك 2 و5 أوكي؟ 2 و5 محظوظة أني؟ طبيعية من الأرقام طبيعية. زين عن المال؟ المال عن المال والعمل يعني. أوكي، العمل طبيعي هاي السنة يعني كوظيفة مثلا اللي يدور على شغل أو شيء يعني وضعه طبيعي، ماكو شيء يساعده أو يعطله، بس اللي دا يشتغل أموره أوكي تكون من ناحية العمل والصحة. عندكم مجال مواليد برج الجوزاء لمدة سنة كاملة من الآن، لمدة سنة كاملة على اعتبار المشتري عندكم في الجوزاء في العقرب آسف، هذا يعد البيت السادس للجوزاء المسؤول عن الصحة والعمل. تستفيدون في مجال العمل، مثلا يشتغل في مجال أوفر تايم، ممكن اللي مثلا العازب ممكن يرتبط يكون عنده علاقة في مجال العمل تؤدي إلى خطوبة وزواج إلى آخره، وبنفس الوقت من ناحية صحية تكون إيجابية. فمن ناحية العمل أوكي طبيعي، ومن ناحية المال من بداية السنة الجديدة وصاعدا لمدة 3 سنوات شوي راح يكون عندكم نفقات يتوجب عليكم تضبطون ميزانيتكم، آنذاك يكون عندكم نفقات لازم تنتبهون لأموركم المالية، الوضع المالي ما راح يكون سهل عليكم فلازم تنتبهون في هذا الخصوص. طيب لو سمحت الحجر اللي يعني شلون؟ اي حجر يعني اللي يناسبني يعني شلون؟ العفو مره ثانيه مثلا اي حجر يعني العقيق للجوزاء او اي العقيق العفو نعم الو طيب واي لون يعني اي لون يعني يرهم على برج الجوزاء او اللون الرمادي السيلفر اللي هو يعني الالوان هيك مثل لون الزئبق، لون السيلفر البياض الابيض اللي هيك شويه بفد شويه سواد، احنا نسميه سيلفر ما ادري بعد، هذا اللون اللي اكثر شيء يناسبكم. شكرا جزيلا استاذ خلاد، اشكرك. اهلا وسهلا بك. ناخذ اتصالاتك اخر، مع السلامه. الو الو نعم الو الو السلام عليكم. عليكم السلام، هلا بيك. شلونك استاذ؟ بخير الله يسلمك، تفضلي. ارجع على مواليد 28/2/1995 95 اي سابي ايش؟ يعني بين 11 و12 صغري. شنو سؤالك؟ والله عن الحظ والصحة والحالة الاجتماعية والمستقبل، يعني عن كل شيء. الحظ محظوظ؟ دقيقة هسه اشوف لك اياها. 6 7 8 9 1 7 أرقامه 1 و7 و9 من الأرقام طبيعي، من الخارطة محظوظ هذا نوعا ما إن شاء الله. يعني نسبيا محظوظ، وبنفس الوقت شويه عنده عراقيل. يعني من اي ناحيه العراقيل يعني؟ بشكل عام ماكو شيء محدد يعني، بس بشكل عام عنده عراقيل يعني، بس الحظ عند المشتري بالقوس ساعه الولاده هذا نسبيا يخلي انسان محظوظ نوعا ما وعنده شعبيه، بس عنده زاويه شويه هذيك شويه تخلي يكون عنده عراقيل بحياته. بس نوعا ما نقدر نقول اوكي يعني ان شاء الله احسن من غيره. من ناحيه الصحه وال يعني العمل يعني ان شاء الله عنده مستقبل بالعمل. العمل هو اذا يشتغل اي عنده مجال العمل والدراسه اوكي كل الزين عنده. ان شاء الله. والحاله الاجتماعيه ما عنده مشكله، وضع احتمال يتزوج اكثر من مره، هذا يعني عنده فرصه اكثر من الارتباط يعني اكثر من مره، يعني قد يخطب يتزوج يعني يفسخ او يعقد يفسخ او يكون عنده زوجه او زوجتين الى اخره.
اوكي بالصحه فبلا زحمه ما عنده شيء. يدعو للقلق بشكل عام، ينتبه للقدمين اكثر شيء والجهاز العصبي شويه يعني تنفسي، ومع ذلك ما عنده ان شاء الله مشكله صحيه او فشي يدعو للقلق. اوكي ان شاء الله. اوكي شكرا شكرا. العفو، اهلا وسهلا بك. مشاهدينا الكرام، للتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك والانستغرام البرج العالي. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من البرنامج، ألتقيكم بإذن الله يوم السبت المقبل. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة البث من تلفزيون الشرقية، مع السلامة.